نعمل وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عملت الهيئه العربيه عمرو الدكتور، ولا قال لي على اشاعه ولا قال لي على تحاليل ولا قال لي على اي حاجه. ورحت عملت لها العمليه وهي بقرار اللي انتم شايفينها دي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفتح لها بطنها 5 فتحات، انا معرفش هو فتح لها ال5 فتحات عشان ايه. رحت عملت لها اشاعه بعد العمليه، قال لي هي ما عملهاش عمليه خالص، وانا دفعت له فلوس العمليه ولمها من ايدين الناس، وهي زي ما هي الوقت زي ما انتم شايفينها. وحسبنا الله ونعم الوكيل. كنا نسمع عن إهمال طبي، خطأ طبي، لكن غش طبي لأول مرة نسمع به. متابعينا وحبايبنا في كل مكان، متابعي المصري اليوم، أحييكم وأرحب بحضراتكم من هنا من محافظة كفر الشيخ. أحمد داوود مراسل موقع بكفر الشيخ، ضحية غش طبي لأول مرة في محافظة كفر الشيخ. هبة بنت في الصف الثاني الثانوي التجاري راحت تكشف بزغطة اللي حضركم سامعينها دي. طلب منها الطبيب اجراء عملية فورية. لما الاهل حاولوا يسألوا ايه هي نوع العملية يا دكتور، قال لهم حاجة في الحجاب الحاجز. يعني ايه دكتور حجاب الحاجز؟ قال لهم هو كده، انتوا مش هتعرفوها، انا الطبيب وعارف. طلب منهم مبلغ مالي، الظروف على قدها. راحت الام والاب استلفوا الفلوس من ايدي الناس، فتح الهبه 5 فتحات في البطن، ولكن ما عملش اي شيء. ازيك يا هبه؟ هبه ايه الصوت ده يا هبه؟ اه مناسبك على طول. ده اللي انت كنت رايحه تعملي بيه العمليه بسببه. ايوه. رحت عملت العمليه، بعد ما خلصت العمليه الصوت سمع. لما رحت للدكتوره حاجه، طبعا هبه واضح ان هي مش عارفه تتكلم. دكتور لما رحت له قال لكم عايز عمليه، عمليه ايه؟ قال لكم عمليه اسمها ايه؟ قال لي عمليه في الحجاب الحاجز. يعني ايه عمليه في الحجاب الحاجز؟ انا ما اعرفش، انا سالته قلت له هو ايه الحجاب الحاجز؟ قال لي حجاب حاجز، انت مش دكتور عشان تعرف. فقلت له ماشي. طيب العمليه دي بتتكلف كام يا دكتور عشان احنا الناس على قدنا؟ قال لي العمليه ديت بيتكلف 18,000. فطبعا هي شغاله مع دكتور تاني، فانا اتصلت على الدكتور وقلت له الدكتور بيقول لي العمليه ديت ب 18,000 وانا ما معيش. ممكن تعرف شويه؟ طبعا. قال لي، قلت له انا معيش فلوس العمليه دي 18,000. فهو اتوسط لعنده نزل لي 2000 جنيه من العمليه. رحت لميت له 16,000 ورحت وديته. تمام. بعد هبه ما عملت العمليه لقيت بطنها 5 فتحات. فرحت له برضه بعد العمليه بثلاث ايام شلها بوز. تمام. فتح لها 5 فتحات في البطن. 5 فتحات. طب لازمتهم ايه؟ معرفش. وانا بقول له دلوقتي يا دكتور انت مش عارف المنظار؟ قال لي هو المنظار كده. وانا عشان الم المرض، فقلت له هي كان فيها مرض يعني وحش؟ قال لي لا، هو حاجه عمليه في الحجاب الحاجز. فانا قلت له ماشي يا دكتور. انا اديت له وصلت له فلوسه وشال لي هبه بعد العمليه بثلاث ايام. احنا كنا عاملين العمليه يوم الثلاث، هو اشتلها يوم الخميس فغرز من بطنها. تمام. فطبعا قلت له بعدها تاني لقيت الزغطه اللي هي اصلا بسببها راح تعمل عليها عمليه. اللي هي بسببها. تمام. قلت له يا دكتور الوقت الزغطه دي رجعت عندي هبه من تاني. فقام قايل لي ان شاء الله هتروح، اداني شروط حبوب. فقال لي شروط الحبوب ده لمده ساعه الزغطه ده هتروح. تمام. فطبعا احنا جينا من الواقف الشرقي. تمام. لغايه هنا. فهبه خدت الايه؟ الحبايه. ال10 حبايات. 10 حبايات؟ 10 حبايات خدتها. فطبعا جينا ما راحتش الزغطه، قسمنا عليه. فقام قايل هاتوا العلاج اللي انا قايلكم عليه. طبعا بيدي لنا علاج الصبح والمغرب. بيجيبوا لها برضه من الصيدليه على ايه؟ خارج. والظروف على قدها. الظروف بتاعتي على قدها. اما اسرح يوميا اه بابا هيبعت لي حاجه بروح. فطبعا انا اتصلت عليه تاني قلت له يا دكتور الوقت هي الضغوطة زي ما هي، وانا جاية لك اصلا هي ما كانتش تعبانة قبل العملية، ولما جيت لك الوقت هي الحالة زي ما هي. فقام قايل لي اصل هي بقى عندها الحجاب، عندها التورم العصبي. قلت له والله يا دكتور انا عندي التورم العصبي وما بيعملش الحاجات اللي هي ايه عندي. طيب هو ما فيش حل تاني؟
قال لي لا حل بقى ما فيش اكتر من كده، هي عندها كولون عصبي. امتى اكتشفت ان اصلا ما فيش عمليه اتحصلت؟ انا لما لقيت هبه تعبت من غير حد ما يقول لي روح اعملي اشاعه، انا طلعت على الدكتور تاني وعملت اشاعه لهبه. الدكتور فعلا ما قلتش للدكتور اللي هي عامله عمليه، قال لما كيش البطنه فبقول لها انت فاتحه الخمس غزات خمس فتحات دولت ليه؟ قلت له والله يا دكتور هي كانت عامله عمليه، بس انا جايه لك اسالك اسم العمليه ايه او هبه عملت عمليه ايه؟ احنا ناس غلابه وما احناش عارفين العمليه دي بتاعت ايه. فدخلنا الدكتور قال لي اصلا هي ما لهاش عمليه، هي ما تعملهاش عمليه. ما تعملهاش ولا ما لهاش؟ ما تعملهاش عمليه. امال خمس فتحات دول ايه؟ قلت له امال ايه يا دكتور الخمس فتحات دولت؟ قال لي الخمس فتحات دولت شوفوا الدكتور اللي ضحك عليكي واعمل لك العمليه ايه؟ اصلا بنتك ما فيش في بطنها عمليات معمولة. حسيت يا حاجه يعني بنتي تعرضت لساعتين داخل غرفه عمليه؟ خدت ثلاث، احنا دخلنا الساعه 2 طلعنا الساعه 6 من اوضه العمليات. قال لي لما هبه تفوق خدها وروح. جبت هبه وجات، انا ما حسيتش بيكي يعني. هي بعد العمليه 15 يوم عشان هبه كانت بتاخد مسكنات جنب ومخدر، هبه قامت راحت بالغرفه ما كملتش 10 ايام وقامت جات. بعد ما شيل تاني ما نهضتش اللي انا اجيب العلاج اللي هو قال لي عليه. انا مشيت هبه من بعد العمليه على طول على العلاج اللي هو مشان عليه. فلما رحت له هي اتصلت عليا قالت لي يا دكتور انا ماما ما عادتش قادره تجيب العلاج ده وعلاج تقيل عليه ما عادتش قادره اجيبه. قال لها ماشي يا هبه على الايه؟ على علاج تاني، اكتب لها العلاج التاني وجبنا العلاج التاني مشينا عليه. بعدها بشويه قلت له يا دكتور طب هبه دلوقتي عاوزه تاكل اي حاجه؟ قال لي مشاه على السوائل. هبه اول حاجه جت كلتها بطاطسايه مهروسه وقامت يا دوبك معلقه، قامت هبه مرجعه دم على طول. اتصلنا عليه قلنا له يا دكتور في دم رجع. قال قايل اصلي الصمام لسه مفتوح فطولوا بالكم شويه. حشنا الاكل عن هبه تاني خمس ايام وبدانا العلاج من تاني. العلاج اللي هو الدولي في الاول بداته من تاني مع هبه ونفس الطريقه زي ما انتم شايفينها. هبه الزغطة دي كانت شغاله معاكي قبل العمليه وبعد العمليه؟ ايوه. طب انت كنت رايحه تعملي عمليه اصلا ليه؟ عشان خاطر الزغطة. عملت عمليه وفتحت خمس فتحات والزغطة كما هي. لما انا رحت له قلت له يا دكتور العمليه ديت ايه الدموع اللي في عينك دي يا حاجه؟ انا عشان خاطر هبه انا ما عنديش الا هي ولا عندي صبيان ولا بنات الا هي هبه. فانا لما رحت له قلت له يا دكتور وقت الزغطه دي هتروح؟ قال لي هتروح للابد. ولما رجعت تاني رحت له قلت له يا دكتور الزغطه ما راحتش عند بنتي، انا بنت شابه ولسه في امتحانات وفي حاجات بنتي داخله عليها، يعني حرام اللي انت عملته ده. كنت اقول يا دكتور اللي ما فيش تحسين بعد العمليه وانا ما كنتش عملت العمليه، كنت مشيت بنت على العلاج وخلاص. قال لي اوعى تقولي كده، هي هبه عندها الكولون العصبي وبس، ما قالناش اكتر من كده ولا اقل. ولا شاف مني تحليل ولا شاف مني اشاعات ولا شاف مني اي حاجه. وفتح لها بطنها خمس فتحات. فتح لها بطنها خمس فتحات، طب هو فتح لي بطنها عشان ايه؟ او هو دخلها اوضه العمليات قعد ثلاث ساعات في اوضه العمليات عشان ايه؟ يعني الدكتور يدخلها اوضه العمليات تقعد ثلاث ساعات متخدره في البنج ثلاث ساعات. عايز تقول لو الدكتور شايفك دلوقتي بدون ذكر اسماء عايز تقول ايه؟ اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه على اللي انت عملته فيه. وبنت شابه زي دي كده يحصل لها العمل اللي هو عندها ده حرام. وحيدة أب وأم والحال على قدهم لما سووا بنتهم عندها زغطة دايما زي حضرتك سامعين كده. قلبها وجعها على بنتها، قالت أستلف فلوس وعالج بنتي. لمت الفلوس من أيادي الناس، كل جنيه وكل قرش في الفلوس ربنا أعلم يا جابها منين. الحال على قدها، راحت للدكتور للاسف فتح لها بطنها خمس فتحات. صح يا حاجه؟ ايوه بطنها متشوهه الوقت. شوهها ايوه. وكان يا ريت اللي هو كان سبب غير عمليات وما كانش شوه بطنها بالطريقه اللي هي اتشوهت. راحوا في يوم متاخر من الليل، البنت تعبانه، راحوا بيها لمستشفى حكومي. اخبرهم الطبيب او صدمهم الطبيب، انتوا ايه الفتحات اللي في بطن البنت دي؟ ردت الام قالت لهم يا دكتور عامله عمليه. قال لها عملت ايه؟ قالت له عمليه في الجهاز الحاجب الحجاب الحاجز. انا
اول مره اسمع على العمليه. الله، مين قال لك ان بنتك عملت عمليه اصلا؟ بنتك ما عملتش عمليه. هبه زي مراد زي ما جت، والام تنهار من البكاء. استلفنا من ايادي الناس عشان نعالج بنتنا، وزي ما راحت زي ما جت. الزياده ان هو شوهها حاجه. ايوه شوه بطنها، هي كانت لو كانت سابها لي كده كانت احسن. الا هي بطنها الوقت متشوه، 5 فتحات في بطنها. عشان ايه؟ ما عملش عمليات. يعني هو فتح وقفل من غير ما يعمل عمليات. طب ليه؟ حرام عليه، كان سابها بالطريقه اللي هي كانت فيها وخلاص. طول عمرنا بنسمع عن اهمال طبي او خطا طبي، لكن حاجه اسمها غش في الطب اول مره نسمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ضاعت الامانه فانتظروا الساعه. هبه ما زالت تعاني من الزغطه كما ظاهر متابعينا ومتابعي مصر اليوم، والام تبكي وترفع يدها الى السماء: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فيه ترفع مصدومتها من الارض الى السماء. طبعا متابعينا كله بيسال اسم الدكتور، ما ينفعش نقول هيبقى في التعليقات اي حد يعلق، لكن احنا ما ينفعش نذكر اسم الطبيب. حاجه خسرت جبت فلوس منين قلت لي كده؟ والله من ايدين الناس، والله استلفتها من كل واحد شويه. لما لميت لبنتي فلوس العمليه، يعني ما كانش معاكم اصلا فلوس العمليه؟ ما كانش معايا. وبعد كده كمان انا استلفت لها اكتر من 15,000 اللي انا جبت لها العلاج بتاع العمليه، ولسه عليا فلوس في الصيدليه دي. اتقي دعوه المصدوم فليس بينها وبين الله حجاب. متابعينا متابعي مصر، يقول مولى عز وجل: اتقي دعوه المصدوم فليس بينها وبين الله حجاب. هبه لا يعني ما تقدرش تتكلم نظرا للزغطه الدايمه اللي معاها. هي بتقول يعني انا مش عارفه انا عملت ايه وايه اللي حصل معايا ده، رغم انها بنت الا انها ما زالت يعني حضرتك مش حضرتك 70 ما بتقدرش تتكلم كلمتين بدون زغطه. من محافظ كفر الشيخ انا معكم احمد الدمطم، متابعينا متابعي المصري وفي حفظ الله. السلام عليكم ورحمته وبركاته.